نتعرف حضرتك. اهلا بحضرتك، انا شاهيناز جاويش، مذيعه في الاخبار التلفزيون المصري. اهلا وسهلا، شرفت حضرتك. حضرتك شايفه اهم الاليات اللي بتنفذها مصر للوصول للنجاح للمؤتمر؟ والله احنا على مدار المؤتمرات اللي فاتت كان في تنسيق تام للوصول لمؤتمر الختام ان شاء الله، اللي هيكون فيه اطلاق لعدد كبير من التوصيات المنتظره باذن الله في الفتره القادمه لتطبيق السياحه الصحيه بكافه معطياتها، واهمها في الحقيقه تكاتف كل مؤسسات الدوله. يعني الدوله بتعمل بشكل غير عادي في الفتره دي، وحطت السياحه الصحيه من ضمن يعني الاهداف الفتره القادمه لتحقيق التنميه المستدامه ورؤيه مصر 2030 اللي بتسعى الى التغيير الغير عادي او الغير نمطي للرؤيه المستهدفه في الفتره اللي جايه. السياحه الصحيه طبعا مصر فيها عدد كبير جدا من انواع السياحه، ومن اهمهم السياحه العلاجيه، والسياحه الصحيه طبعا هي اسم كبير بيندرج تحت السياحه العلاجيه والاستشفائيه. فعشان كده بصراحة في الرؤية الجديدة لمصر بأن احنا نستغل الموارد الطبيعية، ورؤية طبعا سيادة الرئيس بأنه دايما بيخرج خارج الصندوق أو المألوف، أنه هو يعني نعمل أو نستفيد بالكم الكبير من الثروات الطبيعية الموجودة في مصر. ده طبعا بجانب المراكز العلاجية الكبيرة اللي بقت مصر مشهورة بيها، زي طبعا دكتور مجدي يعقوب وغيرها من المراكز العالمية. فإن شاء الله يتكاتف بقى الإعلام، لأنه هو ده الصورة الحقيقية لكل ما يحدث داخل الدولة، هو الرسالة اللي بتوصل للجمهور، هو حلقة الوصل ما بين القيادة أو ما بين الجهة التنفيذية وما بين طبعا الناس اللي عايزة يوصلها الخدمة. فمهم قوي قوي لتحقيق الوصل ده، والإعلام يدور كبير جدا جدا في إلقاء الضوء على مؤتمر مهم زي ده، لأن آن الأوان نرفع الراية الكبيرة Egypt Health Tourism، وده طبعا مهم جدا جدا لتوصيل الصورة الصحيحة لمصر. صحيح، شرفت بحضرتك جدا. شكرا جدا. مرسي جدا. مرسي.